إلهي وحان كبر يا أمض مسلمين تأمين والبئي جوغان حالد والبئي كسوين إنو إلهي كدر خاذا آمين تغوز كسو خورا واروح اللو باهايا إن ما أنت وحلو قبعي وادتك سنباتي سن أو أنك ولا بينا كعا فرقة حلقة كعو. السلام عليكم أصحاب تمير والبئي جوتين وسلامتين وساحبكين كابتن بارا شانل كان نقدها ونسانو وكابتن بارا وفشيا إن أصحاب تدور تأذى وما سنتهين وذا شخين تأني ذيك نغدي حيصو وأنا أقول لك أن هذه المنطقة هي التي تدعم أنها 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 ويلي ماركن ماركن يوتيوب كان فوري إلا يا هذا كومنتي أنا دوا ويلي ماركن هذا إلهي ما تصو مرة بنا وحن جعل هاي إن ما أركتي وحيابها الجرح حقيقي إنك كه هذا الله إن هرتا إلهها وح والب توسين كرو أنا بين هذا أنا هاي إن واقل دم كرنا وح واسع كرنا لكن وح سودينا مرة والب إن الفكر دينا أنا لو هذا إن مدة تاعنا وحيت هاي الدون كان وجدين هذا مجالدة وأكتين حالدة كجرتو قبلدة حالدة كجرتو كله أنا وده أوكي إن إلهي وحن أكبر جينا ضدك أباره سامي أما دباته كجر إنه إلهي كتر خاضه إن قفل بولالة ما أنت مركو أرك قفل لكيس دباته كجر إنه ضدك هذا مهمة أنا يعطيك وحن هل كان أوكي أنا وحيتاي نول بوجعل إن ولا ليس وح وقبته وحن ليه لاي ما أنت حالدة أو كجر نو جدين دادا هنتدود ماشو كوينوي دادا حولود ماشو كوينوي نفع لوينوي ودريمي كرتين مركن لده عوار عوار خوفك أركا أدريمي كرا حالد إيتا إن فيديو غا نوحا أسو دووي وحكا لماها ما أنتوحا معقولة دادك إداوان عيو نمول بإنو قبل كسو جيدو إن نمول بإنو مغالا كسو جيدو نمبا ميرو كسو جيدا دادك إداوان عيو حان لايهاي إلهي درتي سأولاليه وحبو خبتا إن قبل كتير سنتهاي أما ديغان كأكسو جيدد دادا ما أنتو بربليم كوهيستو إن قفول بو أفسو مارك وحال الله يميلو بو كسو غيان عاونات دينا آذو قباهايا عانيقا وحان حدو وحال الله وحيتهاي إن واركي داد ما أرتي اسخو كربابا يهويو إلمو إن والد إن أضيال وحوال بميشو اسخو بابين دادا بحرات بيه درتيسر نفط وينوي مركا وحن موقال كان أسود دواي وحيتاي نين والبو أو مسلنا أو دريمي كرا أبار أما لباتا وحيتاي دريمي كرا وحن يديه لاي ولا ليهينا وحو ترى أناك إنا نيسوهر فبيسنو أو مالو والبو ماركتاي كومنت شعترو باشال وحو والبو أناك أني هوركين وحا كوناك سن مر مركا قار حالو والبو أو مركز كلسو قدبوناتو إن ألو ذات بلشد أذيك كوجحرن سيدا إيجان أودن خذان أي بريد لبعت هذا ما عرقتي قفر بسوق جهكرا أي ما عرقت وح وخطان وأكتهين قبل هذا ما أنت وح كجر وأكتهين إن مجالنا مقدش عن كنا الله تاع ضد حال ذاك لا كنا واجرا لكن ولك الدنيا حاله وبحال ذاك قدر إن لو عبرا ونفسه إن وحني ليه لهاي dadkayga aadka aan u jeclahay oo meel walba joogo waxaad ka soo jeedin deegan waxaad ka soo jeedin magaalo waxaan idhiilaa nin walba walaalkiis wax u tari karo waxa u taro dadaa waxay aaminsii maanta da meesha soo fadhiisto wanaag aan sheego dadaa waxay dhahayaan baashaal ma keento waxas laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dhibaato ama problem qofka arka ayaa wax dareemi kara إن واد أركتين دد وح فير سداته إني لما شيء جايو دد وحاته إني ما أركتين حاله المجرت كور قبو إلا شوشي ميديا والوجود جرا وردد ما لا يعني دد ما لا يعني وح كوب حناية وح كوب حناية إيش وحن لوجوين يبرمشة أن لوجين وكوب حناية أنا من داعي وح يا باس يكوب حناية وروح اللوب بهاي إن ما أنت وح لوجوب حيف وردد كسلي وعتسل أو أنا جوالا بينا كع فرقة حلقة كع hurdada halaga kaco nin walba wuu yaqaanaa meeshu ka soo jeedo dadka joogo dadka waxa loo taro ilaahay aydiis quraan wuxuu ku dhahay kullu nafs daaqilmo naf walba way dhimanay maanta hadii adiga qof walaal ah dhibaateysan adoo waxaysid ku fiirsatid
ogow xaaladda sidee noqonayso. Wardada maanta waxay sameeyaan waxyaabo caadi oo adiga $500 jooga laisku gadaa heblow saas heblow soco heblow guul, laakiin ma aragtaan dhibaatada dalka ka jiro, arka indhihiina ha qabato barbaleemka ka jiro gobollada, meel walba oo qof muslim joogo dhibaataysan waxaa loo taro. Taasaa faa'iido leh. Waxay faa'iido ku leedahay waxay tahay adduunye iyo aakhira waa u shaqaysanay. Maanta qof dhiba walaalkaa oo dhibaataysan haddii evan aa wax u qabatid ogow ajirkeedan inaad leedahay. Sadaqada wax weyn waay. Anigana mar walba waxaan u taaganahay asxaabta igu xiran in aan ii soo guwaabiyo, in aan ii sheego wax xaalad meeshay marayso, in aan ii sheego barbaleemka meesha uu ka taagan yahay. Waad u jeediin, waxba daahniga ma saarno. Ilaahay waxaan ka baryaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan, xaalad walba ay ku sugiyeen, inuu Ilaahay ka dulqaado. Aamiinta hoos ku soo qora in Ilaahay maaragtay nin walba siduu jecel yahay u yeelo. Ilaahay ayaa laga baryaa, Ilaahay ha u yeelo. Idinkana waxaan iga rabaa sida wax nii dareensiinaayo ama sida wax nii fahansiinaayo inaad wax u fahansantihiin. Aniga waa jeclaa maalin walba kalabi qaraaxa ama qosol inaad nii soo day ilay dadkaygaatiin waa igu xirantihiin. Mar walbana waxaan u taaganahay maalintiin inaad nii qurxiyo. Xaalada jirtana aan nii sheego. Wax kasoo qaadka horta Ilaaha iskale. Qof walba inuu wax baxsado Ilaaha ku sababi karo inuu maaragtay wax bixiyo. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dhibaatada jirto walaalihiina la wadaaga, nin walba oo maaragtay maanta meel walba joogo ogaada in qofka dhibaatada gaaraysa inuu walaalkaa yahay, qofka problem ku jiro inuu walaashaa tahay, qofka maaragtay maanta dhibaatada maraa inuu aabba yahay, qofka ayeeye hooyo, dadkaasoo dhan waa dadka dhibaataysan. Marka waxaan dhihi lahaa waa ogahay ree kabtan baara anigu weligeyga niima hor imaanin, niima dhihin dad waxa loo qabto. Ilaahay waxaan ka baryaa idinkana in meel sahlan inuu Ilaahay wax niiga sahlo. Markaan dhahay dadka wax u qabtan wax kale ma aha, wax aniga in liisoo diibo dadka aan wax ugu qabanayo ma aha. Nin walbo idaabanayo gobol uu kasoo jeedaa, nin walbo idaabanayo wuu dareemi karaa. Nin walbo aniga maanta oo ifiirsanayo wax walba aan soo dhigaayo, leega ii saaraayo, komitidu quruxda badan ii saaraayo ama iisoo qoraya, horta waa wax walba aad dareemi kartiin. Ilaahay waxaan ka baryaa wax inuun Ilaahay nii weynin, walaalihiina wax la qabta, dadka dhibaataysan wax la qabta, abaartan iyo waxaan jirana Ilaaha dadka dulqaadi karee gacmaha kor aan ugu horsano, gacmaha kor aan ugu horsano in Ilaahay maaragtay dhibaatadan socoto Ilaahay inuu naga qaado. Asxaabteeda aad aad u mahadsan tihiin. Muuqaalkeena halkaas uu ku egyahay dadka igu cusub ama dadka ani hore ii la joogana waxaan leeyahay 1100 jeer waa mahadsan tihiin. Asxaabteeda meel walba aad joogtiin Allah nii xafido. Waxaan saaranahay waddadii aan ku tegi laheen 200,000. Marka aad aad u mahadsan tihiin. Muuqaalkan muuqaalka xiga inta aan ka gaarayno walaalkaa caabi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.